المشاهدين، خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري، معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان هيتكون السقيع على المزروعات على مناطق وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 14 درجة.